أغصان الشوق نتتبع لقاءنا بكم مشاهدينا الكرام حلقة بعد أخرى وننثر بذور المعرفة سوية، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: مرضى يصارعون الموت ومشافي تعاني من الإهمال، الحداد مهنة تستعصي على الاندثار، هند السقاف مهندسة الاتصالات التي اشتهرت بصناعة وتصميم الإكسسوارات. لا تنتهي الفعاليات والأنشطة، نجمعها لكم بصورة مختصرة ونعرضها لكم في هذه الفقرة كما عودناكم. زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري مديرية لودر بمحافظة أبيان، واطلع على مواقع انتشار اللواءين 115 مشاه واللواء 103 مشاه في منطقتي العرقوب وجحيم بعد تطهيرهما من العناصر الإرهابية، كما تفقد المواقع القتالية الأمامية في جبهة ثرة، وأشاد بالروح القتالية العالية لرجال المقاومة وأفراد الجيش الوطني. ناقشت ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن دور الشباب في السلام والتنمية والصعوبات التي يواجهونها. الورشة تزامنت مع اليوم العالمي للشباب، وهدفت كما يقول القائمون عليها إلى الاهتمام بقضايا الشباب وتطلعاتهم في مجال التنمية والعمل على تطوير خطة عمل وطنية للشباب والسلام والأمن. يوماً إثر آخر والقطاع الصحي الحكومي آخذ في التدهور، ويشهد تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ولا أثر ملموس للتحسن. عندما يزداد العدد وبشكل أكثر من اللازم وفوق القدرة الاستيعابية، هذا بالتأكيد سيكون على حساب نوعية الأداء، لأنه لا يمكن أن تجمع ما بين أعداد كبيرة جداً فوق طاقتك وفوق عددك وفوق ميزانيتك، وفي نفس الوقت تتكلم عن مستوى معين من الخدمة. معاناة المرضى في جميع المشافي الحكومية بلغت حدودها القصوى، ولم يعد لديهم من الصبر ما يحملهم على مزيد من الانتظار لرعاية صحية باتت فرص الحصول عليها شبه مستحيلة، خاصة مرضى الفشل الكلوي والسرطان. توقف هذا الدواء عن الناس يعني موت. إذا ما في شيء قصير مرة مرتين ثلاث مرات انتهى، موت بطيء. المرضى اللي بيترددوا بيعملوا غسيل طبعا لهم المعاناة ما يكفي، لذلك نحن نناشد دائما وأبدا إنه هذا المركز لا يكون يوما من الأيام سبب بوفاتهم. يعني السبب هذا طبعا لما يكون عجز في المستشفى أو في المركز بعدم توفير جلسات الغسيل لهؤلاء الناس، وهذه تحصل في الاختناقات نظرا لعدد المرضى المتزايدين يوميا وعدم كفاية المركز من المستلزمات. مشكلة الغسيل الكلوي انه لا توجد سياسة واضحة لدى الدولة حتى الآن فيما يتعلق بمرضى الفشل الكلوي. هل الدولة مستعدة ان توفر كل الالتزامات للغسيل الكلوي الى ما لا نهاية ولكل المرضى على مستوى الجمهورية، ولا مستعدة أن توفرها لفترة زمنية، ولا تشرك القطاع الخاص ولا الجمعيات الخيرية؟ غياب الدور الحكومي كلية عن المشهد الصحي في عموم المحافظات وغض الطرف عن الوضع المنهار يضاعف من المخاطر المهددة لحياة الناس، لا سيما مع إطلاق تحذيرات دولية أن اليمن يواجه كارثة إنسانية هي الأسوأ عالميا. الحرب هذه قامت بلاويها، فالآن قطعت هذه المواد، معتمد هذا المركز على دعم يا أما من منظمات دولية يا أما من هيئة هلال الأحمر يا أما من أي منظمات. نحن من المراكز اللي عليها ضغط غير عادي، بالتالي نحن نقصر من عمل الغسيل 3 ساعات بدل ما هي 4 ساعات، ويومين في الأسبوع بدل 3 جلسات في الأسبوع. وهذا عودة السبب الرئيسي لذلك انه ما فيش مواد تكفي للكل، ولا في متسع للمركز عشان يستوعب اكثر من كذا، فبالتالي انت مضطر تضغط الزمن
عشان تستوعب أكثر عدد من المرضى. مستشفى عدن له فترة طويلة يمكن 10 سنوات أو أكثر مغلق. مستشفى بصيب لا زال لحد الآن لا يقوم بعمله. مستشفى عبود أيضا لا يقوم بعمله. مستشفى الشرطة تقريبا دمر خلال الحرب. وبالتالي كل هذه المستشفيات المرضى الذي كان يفترض أن يتم استقبالهم تم تحويلهم إلى مستشفى الجمهورية، وأصبحنا نستقبل المدنيين والعسكريين والشرطة وجرحى الحرب والانفجارات والإرهاب، وبالتالي زاد العبء كثير جدا. بصمت يموت يوميا عشرات المرضى، بعضهم من أمراض يمكن الوقاية منها كما تقول المنظمة الدولية، فيما يواجه نصف السكان صعوبة الحصول على خدمات طبية في بلد أحالته الحرب إلى معتقل كبير، أسهل ما فيه الموت وأصعب ما فيه الحياة. ناشد الحكومة ممثلة بوزير الصحة دكتور ناصر بيعون للوقوف والوقفة الجادة لما يعانيه مركز الغسيل هيئة مستشفى الجمهورية بتوفير مستلزمات الغسيل، ويعني بالمستقبل توزيع المركز لاستيعاب عدد أكبر، أو الحلول الثانية أنه تنفتح مراكز غسيل في المحافظات. يعني صاحب لحق ده ليش يجي لعندي طالما انه في امكانيات فتح في مستشفى بن خلدون او في ابيان او في هذه المناطق؟ المشكله هي بيد الحكومه ومعالجتها بيد الحكومه، ونناشد الجهات المسؤوله في الحكومه ان تاخذ هذه المساله بجديه كبيره جدا. الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم وزير الصحه العامه والسكان، اهلا ومرحبا بك معنا اليوم في هذا اللقاء الذي نناقش فيه الوضع الصحي في اليمن بشكل عام وفي العاصمه المؤقته عدن بشكل خاص. اليوم بعد كل ما مرت به البلاد من ظروف الحرب وظروف الصعبه التي نعلمها جميعا، كيف ترون وضع الصحه؟ شكرا جزيلا لكم في قناه بلقيس، ودعيني اقول لك ان الوضع الصحي في اليمن بشكل عام لا يسر صديق ولا عدو. الوضع هو أولا لم يكن في أفضل أحواله قبل الحرب، وأتت الحرب لتزيد الطين بلة. لدينا عدد كبير من المنشآت الصحية تعرضت للدمار، لدينا عدد من الكوادر الطبية في مختلف المستويات، من الاستشاريين، من الإخصائيين، من أطباء العموم، من المساعدين للأطباء، من التمريض، هاجرت كثير من هذه الكفاءات، والذين لم يهاجر أو يغادر البلد بسبب الحرب غادرها في إطار المناطق الآمنة، وأصبحت المناطق التي فيها حرب أكثر مناطق افتقارا للكادر. ثم إنه منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن، استقطبت أيضا عدد كبير من الكادر الطبي نظرا للمبالغ التي تقدم للعاملين فيه، وبالتالي أصبحنا في قطاع الحكومة نعاني هذا الشح. زدي إلى ذلك فيما يتعلق بالأدوية، يعني أقول بتجرد هكذا، لولا وقوف أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي معنا لما استطعنا أن نحافظ على الحد الأدنى من وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وصولها إلى المناطق المنكوبة ومناطق الملتهبة. أولاً دعيني أقول لك بأننا في وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية نعتبر أنفسنا مسؤولين عن جميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، ونعتبر مهنتنا مهنة إنسانية محايدة نستطيع أن نقدم من خلالها الدعم لكثير من المحافظات، قد لا نستطيع الوصول لبعض المحافظات ولكننا نصل لها عبر الجهات التي نحن نوصيها، سواء عبر منظمات من دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر مؤسسات مجتمع مدني محلي، سواء عبر منظمات الدولية العاملة في بلادنا مثل منظمة الصحة العالمية، مثل اليونيسيف، مثل الصليب الأحمر، مثل أطباء بلا حدود، عديد من المنظمات، ونتلقى تقارير يومية من جميع محافظات الجمهورية، تقارير تختص بالصحة والعلاج ولا نعم، نعم نعم نعم. سيادة الوزير، اليوم ما هي أهم التحديات والصعوبات التي تتعرضون لها في وزارة الصحة العامة والسكان؟ الحقيقة أنا يعني بتواضع أقول شديد، مش بتواضع هو بالحقيقة، إذا استطعنا في هذه المرحلة أن نحافظ على المنظومة الصحية من عدم الانهيار أنا أعتبرها إنجاز كبير، وأنا أجدها مناسبة هنا لأحيي كل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام الذين يعملون في عموم محافظات الجمهورية، سواء فيما يتعلق بمعالجة الجرحى من المدنيين وغيرهم،
سواء فيما يتعلق بالأطباء الذين يعانون أو يعالجون الجائحات سواء حمى الضنك أو الملاريا أو الإسهالات المائية الحادة والكوليرا المنشأة. أنا أحييهم هؤلاء وأحني رأسي لهم، لأنهم فعلا هما جنود مجهولين. يعني البعض في المحافظات الشمالية لم يستلموا مرتباتهم حتى اليوم، وللأسف الإنقلابيين سخروا الأموال كلها للمجهود الحربي. إذا أنا أتحدث عن 681 مليار ريال سخرت بيد ماليشيا الحوثي ولم تدفع مرتبات هؤلاء الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وما زالوا صامدين. أيضا في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية كان هنالك تأخير في الرواتب، ولكن الحمد لله الآن استطعنا أن نتجاوزها، وقريبا ستصل المرتبات لمحافظة تعز. هنالك شح كبير في الموازنة. طبعا الدولة الآن ليس لديها أي موارد، هنالك موارد بسيطة بالكاد تغطي الرواتب الأساسية وبالكاد تغطي النفقات التشغيلية للمستشفيات التي تستطيع أن تقدم الخدمات في حدودها الدنيا. وإحنا لدينا عدة جوانب نقدم فيها الخدمات. مثلا لأعطيك قطاع الرعاية الصحية الأولية، نحن محافظين حتى الآن على اليمن خالية من شلل الأطفال منذ العام 2006، ورغم ظروف الحرب نفذنا عدد من الحملات، وسننفذ قريب حملة وطنية في عموم محافظات الجمهورية للتلقيح ضد شلل الأطفال. الحال كذلك بالنسبة للحصبة والحصبة الألمانية. لدينا برامج الآن سنبدأها في مجابهة الحميات. نحن نخشى من عودة الملاريا إلى مناطق أصبحت خالية من الملاريا، وبالتالي نخشى من هذه العودة أن تكون مقاومة للعلاجات. الحال بالنسبة لحالات الدرن السل الرئوي، توقفت العلاجات على كثير من محافظات الجمهورية، وتوقف دعم برنامج الوطني للسل في الجمهورية اليمنية منذ سنتين، وبالتالي استطعنا الآن توفير الأدوية، ونسأل الله أنه لا نواجه حالات جديدة مقاومة للعلاج إن شاء الله. وزارة الصحة لا تستطيع أن تعمل بمنأى عن وزارات أخرى كذلك، لو تحدثنا عن العلاقات والتنسيق بين وزارة الصحة العامة والوزارات الأخرى التي يمكن من شأن هذا التنسيق أو هذا التعاون أن يرفع من مستوى الصحة في اليمن. شكرا جزيلا. أولا يعني الحقيقة يمكن حضرتي أنت التدشين اليوم للحملة، نحن في علاقة قوية مع خليني أقول ثلاث مؤسسات أو وزارات حكومية رئيسية، نحن في علاقة قوية معها. وزارة المياه والبيئة هذه وزارة بالنسبة لنا مهمة فيما يتعلق بمكافحة الإسهالات، فيما يتعلق بمكافحة الجائحات الحمية الملاريا وغيرها من الأوبئة وغيرها من الحميات. نحن في علاقة مع وزارة الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بصحة البيئة، والتي هي تخضع لإدارة البلديات في وزارة الأشغال العامة، ونحن في علاقة قوية ومتينة مع وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية التي من خلالها ننفذ أعمالنا وبرامجنا. نقيم علاقة أيضا ممتازة مع زملائنا في وزارة الإعلام الذي يساعدونا في التوعية الصحية لمكافحة كثير من الأمراض، ولدينا أيضا زملائنا في وزارة الأوقاف من حيث في هذه الجائحة الأخيرة هم واقفين إلى جانبنا بحث الناس على النظافة الشخصية وعلى نظافة الأطعمة وعلى كلورة المياه وغيرها من الأشياء. نعم. هذه البرامج التي نقدمها في مجال الرعاية الصحية الأولية، هنالك الطوارئ بمختلف أنواعها، سواء الطوارئ التوليدية أو الطوارئ العامة التي نستقبل فيها حالات الإصابة إلى آخره. هنالك الطب العلاجي الآخر وهي ما نقدمه للناس من الخدمات. أعطيك مثال في محافظة عدن ومحافظة مأرب. نحن الآن في محافظتين بدأنا نوعا ما نشعر أننا بدأنا في التعافي وفي عودة كثير من المنشآت الصحية إلى جاهزيتها السابقة، وتظل لدينا كثير من المعوقات فيما يتعلق بالموازنة، فيما يتعلق بحوافز العاملين، فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يتعلق بالتجهيزات الضرورية الهامة التي يفترض أن تكون يعني ولو في المستشفيات المرجعية. مثلا في عدن لدينا مستشفى مرجعي، مستشفى الجمهورية التعليمي، إلى الآن هذا المستشفى بدون جهاز أشعة مقطعية وبدون جهاز رنين مغناطيسي، وهذه أجهزة مكلفة. نحن نسعى مع أشقائنا في دول مجلس التعاون أن يساعدونا في هذا الجانب، ونتمنى أن نصل إليه. الحال كذلك بالنسبة لمحافظة مأرب. باقي المحافظات نحن كل ما استطعنا أنه
نتدرج في الأولويات، أعتقد أننا سنصل، ولكن حجم الدمار كبير وحجم تأثيرنا في الكادر الصحي كبير. نعم، الآن ونحن في العاصمة المؤقتة عدن هناك الكثير من الشكاوي من ناحية تدهور الوضع الصحي، والبعض يذهب إلى أبعد من ذلك بحيث أنه يقول بأن عدن سوف يعني سوف تحاصر، سوف يكون هناك حجر مثل ما يقال حجر صحي في بعض المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي البعض يتناول مثل هذه الأخبار. لو تضعونا في الصورة، ما مدى حقيقة هذا الأمر وحقيقة الوضع الصحي في أولاً عدن؟ أولاً دعيني لا أتحدث عن محافظة عدن إلا بالشيء الطيب والشكر للأطباء ولمكتب الصحة والسكان بالمحافظة. وإذا أردت الحقيقة بإمكانك أن تأخذ الكاميرا حقك وتذهبي إلى أحد المراكز الاستقبال لحالات الكوليرا في عدن. لم تسجل حالة وفاة منذ 14 يوم في هذه الجائحة، وهذا مؤشر. مؤشر جيد، نعم. نسبة الاستشفاء في عدن بلغت 99%، وليس في عدن فقط ولكن في عموم محافظات الجمهورية، وهذا مؤشر طيب أيضا. لا ننكر أن هنالك لا زالت الخدمات التي يحتاجها المواطن غير متوفرة في كثير من المناطق، لا ننكر هذا أبدا، ولكننا يعني نحاول قدر المستطاع. الآن أتينا إلى الوزارة في عدن ولدينا مستشفى الجمهورية مقفل. الآن مستشفى الجمهورية ب 420 سرير يشتغل فل كامل، بإمكانك تأخذ الكاميرا وتنزلي. مستشفى الصداقة الآن يعمل ب 500 سرير. مستشفى 22 مايو يعمل ب 120 سرير. مستشفى أطباء بلا حدود يعمل ب 60 سرير. مستشفى الصليب الأحمر يعمل ب 30 سرير. هذه مؤشرات طيبة. أنا كوزير صحة لست راضي عن هذا، وأتمنى أنه يعاد تأهيل وتشغيل مستشفى بصهيب، أتمنى أن يعاد تأهيل وتشغيل مستشفى الشرطة، أتمنى أن ينجز مستشفى عدن، ولكن هذه أمور تحتاج إلى موازنة وتحتاج إلى وقوف كثير من الصناديق الداعمة والممولة لهذه المشاريع. هذه الصناديق والممولة لهذه المشاريع خاصة أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي يريدون الحرب تضع أوزارها لكي يبدأون بإعادة الإعمار، ولكن احنا نشكرهم فيما قدموه لنا في جوانب الأشياء الأولية الأساسية. لولا هذا الدعم لما استطعنا أن نتحدث عن هذه الأسرة اللي كلمك عليها الآن، وهذه الجاهزية التي نحن فيها الآن، إضافة إلى فرع الهيئة العليا للأدوية، إضافة إلى المختبرات، إضافة إلى بنك الدم، إضافة إلى المستودعات الرئيسية للدواء للجمهورية اليمنية أصبحت الآن هنا في عدن، وكثير من الأدوية ترسل من هنا إلى الحديدة إلى عدة أماكن. فنحن نعمل بما أوتينا من قوة طبعا. وأنا أقدر سؤالك يعني أنه كثير من الناس ونحن ليس راضين عن الخدمة التي نقدمها، لكن نسأل الله أن نوفق في المستقبل فيما نقوم به. سيادة الوزير، هل هناك ثمة رسالة أخيرة تحبون أن توجهونها من خلال هذا اللقاء؟ أنا أود أن أقول أنه وزارة الصحة تستهدف دائما، برغم أننا نحن الحلقة الأخيرة في سلسلة متكاملة. يعني إذا ما فيش عندنا قمامة في الشوارع، إذا لدينا مياه شرب نقية، إذا لدينا كهرباء نستطيع أن نطلع بها المياه من الآبار، إذا لدينا فعلاً توعية صحية كاملة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حميات ومن إسهالات ومن كوليرا إلى آخر. فأنا أوجه الرسالة هذه لتكامل المجتمع في هذه المهمة، ليست وزارة الصحة. وزارة الصحة نحن آخر من يستقبل المريض، يصل بعضهم إلينا في حالة ميؤوس منها وبالتالي يموت وتلام وزارة الصحة. لكن أنا أحيي أيضاً العاملين في هذا الجانب، ونحن على ثقة بأنه تعاوننا مع باقي الجهات الرئيسية ومع المجتمع بشكل عام، المسؤولية مجتمعية، متأكد أننا سنتخلص من كثير من هذه الجائحات وسنرتقي بالخدمة الصحية التي يفترض أن نقدمها للمواطن. سيمفونية الحياة في شارع الحدادين التي اعتاد عليها الناس يومياً، وأصبحت بمثابة جرس إنذار وساعة تنبيه مع كل صباح إذاناً ببدء يوم جديد.
مع شروق كل شمس يتوجه الحدادون إلى معاملهم المتلاصقة جنبا إلى جنب في شارع يحمل اسمهم منذ نصف قرن بمدينة عدن. من الساعة 6 الصباح للساعة 10 في الليل نبدأ نسوي يعني نخرج الأسلاك، نخرج الأسلاك حق اللحام، نبدأ نسقم البراميل، نشتغلهم، نركب لهم تائرات، ضربناهم البوية، نقلقهم، ركزنا على طول. شارع الحدادين إرث المهنة ودلالة الصنعة، يتربع قلب مدينة كريتر كأقدم الشوارع العتيقة التي تشكل شرايين الحياة في العاصمة المؤقتة للبلاد. بأدوات تقليدية يحافظ هذا السوق على مهنة توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ولا يزال الإقبال عليه قائماً والحاجة إليه ملحة. يجد فيه الناس معملاً لتطويع الحديد وتسخيره لقضاء منافع لهم بأرخص الأثمان. الهدادة أكيد يعني حاجة مهمة بالمجتمع، لأنه أولاً حاجة نستخدم منها الأبواب حماية البيوت والتواق النوافذ، حاجات كثيرة، شغل السيارات الإجازات وغيره وغيره. يتعامل الحدادون بطرق احترافية مع الحديد والنار والآلات الصلبة الثقيلة، متخذين منها صناعات متنوعة الأشكال متعددة الاستخدامات توازي المعامل الحديثة وإن اختلفت الوسائل وتباينت الإمكانات. نشتغل برامل قوامة، عربيات تبع العربيات تبع الدولة، وبرامل يعني قوامة، أبواب برضو يعني أبواب دكاكين، أبواب بيوت، حمامات يعني حمايات. بين المطرقة والسندان يتناوب يومياً أكثر من حداد، يستجمعون قواهم في مهمة تطويع الحديد الصلب لخدمة الحياة. متعب الذي مش متعلم بالحاجة هذه، أما الذي يكون قدود من علم مارس عليه طبيعي يكون يعني واحد متعلم واكيد فكره العقل اللي هي حاجه مش اللي ضروري اللي شغل اللحام وغيره والحجاده، انه ما فيش حاجه الا رزق ولا ما حاب يسوي المجال هذا اذا ما فيش ربح بعده. ساعات طويلة يقضيها الحداد يومياً تحت أشعة الشمس وقسوة الطقس، مجبراً على تحمل مشقة العمل في مهنة محفوفة بالمخاطر،
لكن الأمر بالنسبة له حياة شقاء من أجل البقاء. اليوم كان عندي 15 سنة أشتغل على الحجازة، ما قدرت أوفر حاجة، متعبة هذا الشغلة حقنا. يا مخاطر إذا ما التزمناش يعني بالحمايات نفس الكمامات وغيره، لأن الدخان حقها كربون كله. في ناس يعني يشوفوا مينات الحجازة يقولوا إنه يعني تمام سهل شوية، يعني يقولوا إحنا عندنا متعبة، يعني قد هيانا الشغل حقنا هذا. قالت بحرارة الشمس بحرارة اللحم مع يعني وقع عيون بهذلان، انت بهذل خلي على الله، يعني احرق هنا حرقت هنا بالرجل، يعني كل مرة يعني احنا نحرق بالمكان. لم تتأثر هذه المهنة بظهور مصانع الحديد والصلب، بل حافظت على قالبها التقليدي في مختلف المراحل، ولازال شارع الحدادين حاضراً بقوة في مشهد الحياة اليومية ومحافظاً على نمط العمل والعيش فيه. برأس مال صغير جداً استطاعت أن تؤسس مشروعاً تجارياً لا علاقة له بتخصصها الدراسي. تلك هي هند السقاف، مهندسة الاتصالات التي تحولت خلال فترة قصيرة إلى صانعة ومصممة اكسسوارات غاية في الإبداع والتميز. بدأت في رسمة صغير جداً 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 لا يتعدى 2000 ريال كبداية مشروعي، ومع الوقت ما شاء الله الرأس المال أكبر الحمد لله وتطور. ثاني شيء أنا ما كانش ميولي إكسسوارات ولا إني بصمم إكسسوارات أو بعمل إكسسوارات أبداً، من كانوا يعرفوني من قبل ما كانش يتوقعون. سبحان الله فجأة الله إذا بحثت في نفسك بتلاقي حاجة الله عطيك إياها، زرع موجودة فيك خص كل إنسان بشيء معين. حبها للتطريز ولد لديها رغبة في ممارسة هذا الفن، وفيه وجدت هوايتها المفضلة وعملها البديل الذي تطور مع الأيام حتى أصبح مشروعاً إنتاجياً له حضوره وجمهوره. كانت في البداية هواية، ما كانش ميولي الكثير صناعة الإكسسوارات أو عمل الإكسسوارات. بعدين حبيت الخرز، كانت أنزل السوق أشوف موديلات حلوة بس أسعارها كثير غالية، فقلت ليش أني ما أكونش أصلحها في البيت لنا نحن الصديقة. بدأت كده كهواية صغيرة بسيطة لحد ما يوم في يوم صديقتي قالت لي هي محتاجة منك تعملي لي طاقم حلو فوديه هدية لأهلي برا، هم مغتربات ويحبوا أي حاجة صناعة عدنية، صنعنا بنت في عدن. فبدينا من هنا صلحت الاكسسوار حقه ما شاء الله حلو انتشق، قال لي خلاص اكسسوار غسلي انت بتعملي لي اياه، وعمل قال لي خلاص افتحي صفحه. كانت هذه صديقتي صراحه لي فضل كبير عليها بعد الله سبحانه وتعالى، ففتحت صفحه في الفيس شفت الاقبال عليها حلو فاستمرت. كانت من حاجه بسيطه كنا في البدايه ننشر اكسسوارات جاهزه ونكسرها ونعملها زي ما نحن نحب، الان تطورنا نشتري مواد خام اوليه ونصلح. هند بدعم أسري غير محدود، كما أن لصديقاتها دور كبير في النجاح الذي وصلت إليه من خلال مساعدتها في توفير المواد الخام غير المتوفرة محلياً والترويج لمشغولاتها وتسويقها في بلدان أخرى.
اعتبرها كهوايه، ما اعتبرهاش كمهنه لاني حباها ومبدعه الحمد لله. ثاني شيء انا شفت الاقبال عني في البيت بقدر ما كانت في معارضه، بقدر ما كان في تشريع، في تشجيع وقدومي لقدام. حتى زملائي في العمل، زملائي في السوق، صديقاتي، اهلي، بدات الفكره عندهم بقدر ما كان في استحقار، وقد ما نشوف الان الشغل في اقبال، في شيء مطلوب الحمد لله. حاسه دعم يعني بعد فتحت ده المكان الصغير بدعم اهلي واصدقائي. يعني حتى المواد الخام اني لحد الان اقول اني جزء مني استورده من الخارج، صديقاتي اللي هم كانوا داعماتي هنا سافروا، هم اللي وفروا لي اياها من الخارج. مواد خام أولية تستطيع هند تحويل القطع المبعثرة إلى شكل إكسسوار يحمل الكثير من الجمال، ومخصص للباحثات عن التميز في دنيا التشابه لمعروضات السوق، فتلقى منتوجاتها الإقبال الكبير. حصل تطور كبير، حصل إقبال كبير، في زباين الآن يعرفوا يفرقوا ما بين تشتري بضاعة جاهزة لأن قد السوق كامل يحتوي نفس الشكل، بتروح من محل لمحل لمحل والشكل نفسه متوفر، بعكس لما تتوفر تدخل في محل البضاعة اللي فيه هي نفس الشكل، هذا ما يتوفرش منه إلا 5 أو 6 فقط لا غير. مهما كانت توفرت المواد أنا ما أحبش أكثر الأشكال، كل شخص يحب يتميز وأحب التميز في اللبس، لأني أحبه قلت لك كهواية، أبحث عن الجمال في أي مكان، حتى لو كلفتني القطعة إني أبيعها برأس المال أو زايد مبلغ بسيط مش مشكلة عندي بقدر ما أكون حاباها وش أعملها. بتصاميم تحمل الطابع الشرقي، تفضل هند السقاف صناعة وابتكار أشكال جديدة للإكسسوار، وهدفها الرئيس مواكبة كل جديد وتلبية احتياجات السوق والوصول إلى قدر كبير من تحقيق الرضا العام عن المنتج المحلي. أغلبية إكسسواراتي رايحة فيها الشرقي كثير، داخلة فيها الألوان الشرقية كثير، تراثنا حلو والألوان اللي فيه حلوة، فعشان كده أغلبية الموديلات أغلبية الشغل حقي شرقي في شرقي، حاجة رقيقة بسيطة إذا كان فيها غربي، موديل على حسب طلب زبونة، لكن أغلبية الموديل فخامة الموديل إن نحن في الشرق أو كعرب نحب الحاجة الفخمة، ما نحبش الحاجة الهادئة البسيطة الرقيقة، قد ما نحب نبرز الفخامة. تجد هند في شغلة الإكسسوارات مهنة جيدة، ليس فقط لتأمين متطلبات الحياة، وإنما أيضاً لبناء مستقبل أكثر أمناً وإدارة مشروع أكثر نجاحاً. دخولي حلو والحمد لله، تقدري عن طريقة أو عن ضوء تعملي مشروع، تصرفي على بيت، تكوني أسرة، تكوني رأس مال مستقل لحاله، تطوري مشروعك مع الوقت له مستقبل بإذن الله. الشغل اليدوي مطلوب سواء كان في اليمن أو خارجه. بعض الأوقات تأخذي موديل وأنت تأخذي موديل مثلاً تقولي بتأخذيها من النت بتستعملي زيها، وأنت تشتغلي الموديل تحطل لك فكرة بدل الفكرة 2 و3 و4 فتجي. وأنا كمان كانت مهندسة، خرجت هندسة، فأحب عمل اليدوي، عمل الأسلاك، عمل هذا الشيء، أغلبية شغلي في هذا الأسلاك وعمل الوايرات. تواجه هند السقاف صعوبات كثيرة في مشوار حياتها المهني، وهي تدير مشروع ليس جديداً على السوق المحلية، وإنما يفتقر للكثير من مقومات العمل ومتطلبات التصنيع. في حاجة عندنا إحنا غريبة، احتقار للمهنة اليدوية بشكل فظيع، الكل يحتقر هذه المهنة، بالعكس إني أنا أشوفها في الخارج يقدروها أكثر، أسعار الصنع اليدوي يكون هاند ميد أغلى من أسعار الأشياء الجاهزة، عندنا إحنا لا. ثاني شيء الاكسسوارات او عمل الاكسسوارات خصوصا في عدن مش ملش سوق كبير، حتى لما ندور المواد الخام لنا من نلاقي حاجات بس ما نلاقيش الحاجات اللي ممكن عشان تطلبي تصلحي حاجات اكثر، موديلات اكثر، تبدعي اكثر. اغلبيه محلات اللي تبيع المواد الخام حق الاكسسوارات مشتركه مع محلات الخياطه، فتهتم بجانب الخياطه والتطريز اكثر ما تهتم بجانب الاكسسوارات او الشغل اليدوي المطلوبه. فواجهتنا احنا هذه الصعوبة من فين أدبر المواد الخام حقي عشان أمن نفسي أتميز وأقدم حاجة أني تعجبني وتنال رضا السوق. تطمح هند إلى توسيع عملها في مجال الإكسسوارات من خلال فتح سوق للمواد الخام بما يساعد على تشجيع الصنعة ودعم الموهوبات في هذه الحرفة.
حابة أعمل سنتر. هذه الفكرة يعني شفت أخي عايش في الخارج ورسل لي صور له إنهم يعملوا سنتر يوفروا فيها المواد الخام، يعملوا تدريب لبدايات أو ناس آخرين، ويفتحوا على ضوء مشغل ومعرض. ففي بنات ما شاء الله لما دخلنا البازار في اللي هو كان دام عزيك يا عدن، شفت بنات ما شاء الله عندهم مواهب يمكن مثلي أحسن مني، بس ما تتوفرش المواد الخام، ما تتوفرش الأول، يعني قدرت إني أجيبها من الخارج. في غيري لا، فليش ما نوفرش هنا في السوق يكون مفتوح؟ هذه فكرتي بإذن الله إني أغطي السوق المحلي والخارجي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.